بيكونوا هربوا وتركونا. ما بظن، ما راح يتركونا ويمشوا بعد ما حاصرونا كل هالقد. بيكونوا عم يحضروا لهجوم تاني علينا. لو لسه معي رصاص كانوا يورجوني حالهم إذا بيقدروا. ما عاد فينا نساوي شي لهون وبس. بالحقيقة فيه خير سيبو. سيدي مقابل الباب في جرة اكسجين كبيرة. يعني قصدك نفجرها؟ سكاريالي بتقدر تعمل هيك شي؟ عندك فرصة واحدة. إن شاء الله سيدي. إذا قدرنا نفجر جرة الأكسجين رح نقدر نخلص عليهم. دخيلك يا رب تساعدني، خلينا نبعث هدول الأندال عجهنم لتورجيهم عذابك يا رب العالمين. ولك شبكون ليش متخبئين؟ ليش ما عم تقوصوا علينا؟ شو خايفين لأنه رح نبعتكن عجهنم مثل ما بعتنا طيفون قبلكن لهنيك؟ وانتي اللي اسمك تولاي؟ رح نخليكي تترجينا قبل ما نقتلك مثل ما عمل حبيب قلبك قبل ما يموت. شوفوا شو بده هاد؟ كثير مستعجل لتموت يعني؟ اوصوا لشو؟ اوصوا! يلا سكاريالي يلا. لا تنسى أخي، أنت هلا رح تاخد بتاعنا أخونا علي شهيد. ماشي؟ بإذن الله يا أخي. يلا عيارهم ضربة واحدة منك يا كارلوس. يلا يلا يا رب. يا ربي دخيلك لا تخيبني. هاي الإيد معنا إيدي. الشجاعة منك يا ربي. حلال عليك يا بطل. خلونا نطلع يا شباب، هلا صار دورنا. يلا 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 يا شباب. يلا 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 يا شباب. يلا 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 يا شباب. ديروا بالكم. ولك مين الكلب اللي قتل ابو علي؟ ولك احكي يلا احكي. وينك ولاي؟ عاملين لحالك رجال؟ ما انت اللي قتلت علي يا كلب. ها مين اللي قتل علي يا كلب؟ مين من اللي قتله؟ انت اللي قتلت علي. انت اللي خليته. ما قال لي ولك انت اللي قتلته. انت اللي قتلت علي. احكي مين اللي قتل علي؟ مين الكلب اللي قتل علي؟ مين اللي قتل علي؟ احكي ولك احكي. مين اللي قتل علي؟ احكي احكي يا كلب. احكي يا واطي. احكي ولك انت اللي قتلته. ايه انت اللي قتلت علي يا واطي. يا شباب شو صار لكم؟ ليش هيك ضربكم صاير تقيل؟ وينك لهلأ؟ إلي ساعة ناطرتك. لا تواخذيني، أنا وطالع أجيتني شغلة أخرتني. إيه؟ شو صار معك؟ كل شي بيخص فايزة. عندها شغلات مو نظيفة. مثل شو؟ ما قدرت أعرف. أكيد أنت رح تلاقيه. لقيت كمان شوية معلومات عن أبوها. ممتاز. كل شي بالملف. شو في هون؟ لسه بدك شي تاني مني؟ حالياً ما في، إذا بدي بخبرك. ماشي شوفك إن شاء الله.
ألو، أخذت ملف من الزلمة حطته بشنطايتها. أنا بلشت أتحرك. ماشي ولا يهمك، رح أجيب لك إياها. لك وين اختفيت هي؟ تعال من هالجهة. خلص الأثر. انتبه لا تكون عاملة كمين. انت روح من هنيك. عندك بقى غمل لك واقف. زدت هالسكينة، زدتها. اترك السكينة، ارفع ايديك. يلا ارفعهم. اركع على رجليك. أنا ما بركع قدام ناس من أمثالك. أنت رح تطالعني من هون. أنت ما رح تطلعي من هون إلا على أبرك. اسمعوا لك، بتساوي اللي عمل لك عليه وإلا رح أفجر لك رأسك. يمكن أحسن الشيء إني أتركك لهي المرة يا عاكف. شوف كيف رح نطلع من هون. بالعادة اللي بيكون معه سلاح هو اللي بيعمل الخطة. هلأ تغير الوضع، يلا طالعنا من هون. لكن أنا رح أعطيكي فرصة لحتى تضلي عايشة. تركي سلاحك واستسلمي وبتطلعي من هون صاغ سليم. والله مو جاي على بالي كفي بقية حياتي بالسجن بنوب. أحسن ما تقضيها بالقبر. هي آخرتك يا عاكف أفندي، لا تستنى أني ساعدك. ما رح اطلب فنزي اللي عمل لك يا؟ مو جاي على بالي اعمل شيء، بعتذر منك. انت ادرى بمصلحتك، حابة اتشكرك لانك اعطيتني فرصة لانتقم له لطيفون. التفت لعندي، التفت، عمل لك التفت. انت غبي.
اتركوا بسرعة! سرق لي شنطتي! وقفوا! بعدك! وقف! أنا شرطية! بعد! بعد! شوفي شبك! لك وقفوا! وقفوا لهذا الشاب! لك العمى ضربك! هاتا! وقف! لك هاتا! تعي يا واطي! بعدك! هاتا ولك! بعد! هاتا عم قلك! من إيدك عم قلك! هاتا! بتاع سمى قلك! وقف! خليك ماسكو! تعال هون! اتركا! تعي ولك! بتشكرك كتير! العفو! أنا قلت لها إنه ما راح تطلع من هون غير على القبر دغري. ما كان في غير هالحل، هاد اللي بدها إياه. شايف ما راح تخلي لي حدا غيرك؟ ما بتقاسمك مع حدا عاكف. مع هالشي بتشكرك، أنقذت لي حياتي. إن شاء الله ما بندم على هالشي. بتوقع رح تندم. أخي عاكف، وينك أخي؟ تعا تعا نحن هون. أخذ لك شي؟ لا، جزاني موجود والتليفون، كل شي موجود. بهاي الأماكن بتصير هيك شغلات كتير، المرة الجاية ديري بالك أكثر. ولا يهمك، بتشكرك كتير. أهلا وسهلا. بسيطة، بتوقع اليوم بكفي مشاكل. يعطيك العافية. الحمد لله على السلامة. شكرا. كل شيء تمام. بدلت بين الملفات؟ اي نعم. هذا الملف يلي اعطاه الزلمة لإليف، بدلنا بين اثنين. ما انتبهت مو هيك؟ لا، ما انتبهت ابدا. شو في جوات هذا الملف؟ شغلات ما لازم تعرفها إليف. طيب والملف تبعنا شو في؟ شغلات لازم تعرفها. انا رايحة احتفل بهالمناسبة. علي ابني، انا بعرف انك عم تسمعني. ما راح اقدر يا ابني، هدول الخونة خليناهم يدفعوا الثمن اللي عملوه فيك كتير غالي كمان. شباب، أنا شو بقلكن على طول، ممنوع البكي، ما بيصير تبكوا على الشهداء أبداً يا شباب. اليوم هو عيد علي يا شباب، لهيك عم قلكن لا تبكوا. أنا ما عم ببكي عليه سيدي، أنا عم ببكي على ولدين يتيمين تركن وراه. شو بدنا نقول لمرته؟ شو رح نقول هلأ لأمه وأبوه سيدي؟ شو بدنا نقول؟ أولاد علي اليتامى صاروا أولادنا نحنا، ومرته بتكون أختنا. أمه هي أمنا، وأبوه أبونا، ونحن أولادهم. شش علي، والله سبح سبقتنا كلياتنا، وأكيد أنت ما رح تنسى أخواتك المذنبين بالآخرة، رح تتشفع لنا كلنا ما هيك؟ ايه اكيد، شهداء ناس مقامهم عالي عند ربنا، واكيد انهم بيقدروا يشفعوا لاخواتهم. عاكف، انا إليف، يا ريت تتصل فيني اول ما تفتح تليفونك، ناطرتك بكافتيريا الفضه، كتير ضروري.
إليف؟ شو أخبارك؟ هلأ وقتك منيحة. أنت شو أخبارك؟ انبسطت كتير بهالصدفة الحلوة. شو عم تعملي هون؟ مريت مشان أكل لإنتين. أنت شو عم تعملي هون؟ كان عندي شوية شغل خلصت وحبيت إجي أقعد هون. لو سمحت واحد قهوة تركية سادة. حاضر يا خانم. يا أنا عم سبب لك إحراج مو؟ لا تواخذيني بس كنت عم استنى حدا هون. شو يعني ما إجا؟ رح يجي بعد شوي. مين؟ صار عندي فضول ليكون عاكف. بس ما تكونوا بدكم تحكوا شي خاص. لا حبيبتي ما في شي. معناها عن جد عاكف اللي جاي بما أنك ما قلتي لي لا. وقفت التشويه سيدي، الهواتف واللاسلكيات صاروا شغالين. ايه تمام، لكان خلينا نجيب سيارتين اسعاف، بعدها عطوا خبر للمدعي العام وانا رح خبر مديرية الشرطة باللي صار. يعطيك العافية سيدي. من صغر خمسة للمركز، من صغر خمسة للمركز. مرني سيدي. خذ سيبه معك وروحوا على بيت عجزي لتصرف باللي صار. لا تقول يا سيدي، لا تبعتني انا. شو اعمل؟ تمام علم. لازم واحد منا يخبرهم. بتعرف انه علي كان يحبك اكثر شيء. ماشي سيدي مثل ما بتأمر حضرتك. يلا أخي سيبه يلا. إليف تاركت لي رسالة قال ضروري كتير إذا بتسمح لي سيدي. إيه طبعا روح، أساسا هون ما عاد ضل عنا شغل. أمرك سيدي. شكرا إلك. صحة وهنا. إليف قصة تركتك للفريق مو منيحة بنوب. الكل زعلان لأنك رحتي. مين مثلا؟ أولهم عاكف والكل رح يتعودوا على هالشي مع الوقت. لا تاكلي هم. صحيح إليف، اسمعيني أنا مالي علاقة بقصة تركك الشغل مو هيك؟ أكيد لا. شو بيعرفني؟ إن شاء الله ما أكون ضايقتك لما فتحنا قصة سليم أنا وياكي. ما بقدر أقول شي عن الموضوع. يعني أنت تركتي بسبب قصة سليم؟ بيكون أحسن إذا ما بتحكي بالموضوع. إليف أنا عن جد ما عندي نية سيئة تجاهك. أنا بعرف إنك ما حبيتيني من أول يوم. يا ريت تعملي معروف وما تحبيني أنت كمان. ماشي؟ ما عم أفهم شو سويت لك حتى عم تعامليني هيك. ما عملتي شي ماشي؟ وعندي شغلة واحدة إلك إياها وهي قومي إلي من هون، وإذا شفتيني مرة تانية لا تسلمي علي. ليك اسمعي، أنت رجعتي فهمتيني غلط. أنا فهمت اللي لازم أفهمه. ما بعرف شو في دراستك ولا شو عم تخططي، بس اللي بعرفه أني رح أكشفك، هذا اللي بعرفه. إليف شوفي ليش كل هالعياط هاد؟ لك مو طبيعي، أنا تركت الشغل ولهلأ ما حلت عني. تقابلنا هون بالصدفة، حبيت أشرب قهوة معها ما شفتها غير بلشت صريخ وعياط علي. طيب خلص اهدي شوي، عادي الكل عم يتطلع فينا عادي. ماشي أنا مروقة، أصلاً الست فايزة كان بدها تمشي مو هيك فايزة؟ لا ينشغل بالكم، ما بقعد بمكان ماني مرغوبة فيه. استني فايزة خانم، فهمتي غلط. فايزة خانم يلا أخي تعال. لك أخي أنا ما بدي أجي بلا ما نفوت. شو يعني هلأ لك أخي؟ بدك ياني فوت لعند أهله لحالي يعني؟ أخي يعني كيف بدي أقدر أقول لهم إنه ابنكم صار شهيد؟ خلينا نرجع والله مو قادر أخبرهم أنا. أخي لازم نحن نخبرهم، لازم يشوفوا إنه علي ما كان لوحده هنيك. أخي بدخل بس أنت اللي رح تحكي.
يلا تعال. يلا أخي. خلص لا تلحقيني. يلا. طيب زدت لي الطابة. تمام. يوسف. عمو كارلوس. بنتي تعي تعي. يوسف. تعي يا حلوة تعي. الله الله. دخيل حلو أنا دخيله دخيله. شو عم تساوي؟ شو بنتي أنت ميحة؟ يا عيوني شو حلياني. يوسف لك أنت سمنان ولا لا؟ لك معي. لا عمو. لكن شوفي هدول. شو عم تلعب طابة أنت؟ خد هي. الله. لك شوف شو كبراني وحلياني الحلوة. هلا بيجي يوسف. راح لانه عنده شغل هلا، راح يجي المساء. طيب. ماما بالبيت؟ بالبيت. ايه تمام. يلا ركض. روح جيب الطابة. انت يلا. انتوا هدول نحن راح نفوت لجوا شوي ماشي. يلا اسرع. يلا تعال نلعب بالطابة. زدت لي الطابة. يلا خذيها. امسكها امسكها. صار دوري. لك اياها. يلا خذي هي لإلك. بسم الله. أخي صباح الدين. أهلا وسهلا. أهلا فيك يا أختي. مرحبا أختي. أهلا وسهلا. أهلا أنت. أنتوا فاضيين شوي؟ إيه فاضيين بس علي مو هون. نعرف نحن إجينا مشانه. تفضلوا لجوا. تفضلوا. شوف هلا قديش رح أربح. وبعدين إليف ليش لحد هلأ ما عم يتسكر على الموضوع؟ لك أنا كنت قاعدة هون، هي إجت ولاقتني، كانت عم تحكي حكي فاضي كتير تضايقت منه. ماشي مو مشكلة، ما بدي اسمع شيء. ليش دقيتي لي؟ شو هو الشيء الضروري؟ خد هذا الملف. شو هاد؟ مو خبرتك إني عم حقق؟ هذا الملف تبع فايزة، وفي قائمة لدور الأيتام اللي اشتغل فيهن أبوها. أنت شوفه منيح، دور بكل شيء، أنا متأكدة إنك رح تلاقي شيء بخصك. انت لوين بدك تصلي إليف؟ شو يعني هالحكي هلا؟ اول شيء كنت تقليلي انه بدنا نفترق وصرتي تحكي كلام طالع نازل وما بدك نكمل، وما بكفي رحتي وتركتي المهام الخاصه، صرتي تقليلي انا عم سبب لك الوجع، وهلا ما عم تشيلي هالبنت من راسك. شو قصدك بهالحكي يا عمي؟ ليك لا تدخليني باللعبه اللي براسك لانك ما حبيتي البنت، ماشي؟ ما في شيء بهذا الملف، إليف لا تتعبي حالك، كل شيء فيه حكي فاضي. كيف يعني؟ افتحيه وشوفيه. بس عاكف في شيء غلط بالموضوع، لازم يكون في إلك علاقة. إليف اسمعيني، أنا ما بغلط عاكف، أنا متأكدة إنه هاي البنت في وراها شيء. إليف حاج تحكي بهالموضوع. لا أنت اسمعني شوف. إليف علي استشهد اليوم. شو قلت أنت؟ قلت لك علي، علي علي استشهد بالعملية اللي صارت اليوم، قلتي لي الموضوع ضروري لهيك اجيت، وأنا لهلا ما لقيت أي شيء مهم بالموضوع اللي جبتيني مشانه، لك عيب عليكي، تركي هالموضوع بقى. أنا ما كنت بعرف. أنت بتعرفي إنه علي عنده ولدين ما هيك؟ هلا هن تيتموا. وطبعاً ما بتعرفي أبوه وأمه شو ممكن يصير لهم، ليش؟ لأنك حطيتي هديك البنت براسك وركضتي ورا شغلات بلا طعمة. تركي هالشغلة بقى. يا روحي يا ضلي، وإذا ما شفقتي علي شفقي على حالك. سهلا يا عيوني. أهلا وسهلا. أهلا فيك يا خالي. أهلا فيكم. تفضلوا. يا ريتكم خبرتونا أنكم جايين، تشرفنا بزيارتكم. علي مو بالبيت. أمي
أساساً رفقاته جايين من عنده من الشغل. الحجي مو موجود؟ طلع، ما رح يجي للمساء. خير إن شاء الله. بنتي قومي ساوي شاي للضيوف. يلا يلا أمي لكني عم جهز شي، شي خمس دقايق وبجهز. أنت سكريالي مو هيك؟ إيه والله يا خالتي، أنا هو بذاته سكريالي. والله سيرتكن على لسان علي من وجه الصبح لآخر الليل، ما بتسمعوا غير بيقول هيك عمل أخي سيبو وسكريالي هيك عمل، وأخي عاكف ما في منه، والله هي هي سيرته على طول. الله يخلي لنا ياكي. لسه في شاب بيناتكن اسمه جرافة شي؟ جرافة، هو عن جد مثل الجرافة بس نحنا بنقله بالتا. والله بيحبكن كلياتكن. صار عنده ولد، أبوه سماله يا يوسف، بس ابني علي بحياته ما ناداله يوسف، ما بيناديله غير يا سكريالي روحوا يا سكريالي تعا، كل الحارة هون صاروا بيعرفوا هالاسم. الله يرضى عليكم، الله يحميكم انتي وعمي، لأنكم ربيتوا شهم مثل علي. أخي صباح الدين، خير أخي؟ شو صار لك؟ ليكون صاير شي لعلي؟ شو دخيلك تحكي؟ شو بدي أحكي أختي؟ أختي أمي نحن شو صار له أبني؟ احنا على معمل وقعنا هنيك بقلب كمين، انا وعلي وزيبو، لقينا باب بدنا نطلع من الطرف الوراني، كنا بدنا نطلع من الباب. اخي علي قال خليني اطلع انا بالاول. قلت له انا ما بيصير، بس ما خلاني، قال لي انا رح اطلع اخي ما بيصير. وطلع من هنيك، قال تعالوا أخي يوم ما في حدا. بعدين صاروا يقوصوا علينا. يا رب يا وما خلى حدا يطلع لبرا، وهيك استشهد أمي. شو قال الدكتور؟ لا تهملي دواكي ابدا، تمام؟ وما اتصلنا بامك، هلا بينشغل بالها عليكي. لا بابا، هي ما بينشغل بالها علي، يمكن راحت هي وستي لشي محل. اتصلت وما ردت علي. ليك عم تتصل؟ هذا المدير. نعم سيدي. نعم. ايه علي اللي فريقنا. انت شو عم بتقول سيدي؟ بابا، بابا انت منيح؟ بابا شو صار؟ بابا واحد من رفقاتنا استشهد بالعملية اللي صارت اليوم. لا تزعل بابا، انت مو بتقول يلي بيموت شهيد بيروح على الجنة من دون سؤال ولا حساب؟ وهو مات شهيد، ليش لكان زعلان هيك؟ مدد يا نور عيني محمد مصطفى، مدد يا وجه القلب زهرا. يا دواء يا بي يا حبيبي.
أمي؟ يوسف؟ يوسف؟ عمو كارلوس، أنت ليش عم تبكي؟ الرجال ما بيبكوا أبداً. هلأ الرجال ما بيزعلوا؟ ما بيزعلوا. طيب معناها أنا كمان ما رح أبكي، اتفقنا؟ اتفقنا. وين حطيت الطابة اللي كنت عم تلعب فيها؟ ليك برا. يلا امشي لنجيب الطابة لكان. يلا حبيبتي تعالي، امسكي ايدي، تعالوا. يلا تعالوا تعالوا تعالوا. ايه تكرم هاتيها لشوف. ايه دخيل عيونكم شو شاطرين. يا ابني طولي بالك يا بنتي. خلاص اختي لازم تكوني قوية. شوفي انت عندك وردي. راح الغالي يا اخي صباح الدين، راح علي، انكسر ظهري. يا روحي الله لا يوفقهم يا ربي، الله لا يوفقهم. شو كان بدهم من حبيب قلبي علي؟ يا بنتي يا غالي يا روحي يا بنتي، تركت للحال. نحن كلياتنا اولادكم واخواتكم يا اخي، ان شاء الله ما مخليكم تنطاموا طول ما انا عايش. الله يحميكم ويطول بعمركم يا ابني. قلتوا من اليوم ورايح صرتوا محله. الله يرضى عليكم. الله يرضى عليكم. بابا الله يخليك، لا تزعل حالك. كيف بدك يعني ما ازعل يا بنتي؟ كيف ما يحترق قلبي؟ لساته شاب باول عمره. يلا بابا قوم ريح بالك، انت لازم تطلع ترتاح شوي. يلا. لك مين هاد؟ كأنه رح يهد الباب فوق راسنا. يمكن أنا بعرف مين. افتح الباب، افتحه بقى يخرب بيتك. افتح الباب، عم قلت لك افتحه. افتح الباب، افتح الباب، شو بدك خلصنا؟ كأنه ما عم يسمع. لك شو هاد؟ شوفي يعني عم تخطف لي بنتي؟ انت بدك تاخذ بنتي مني غصب عني مو هيك؟ اهدي شوية يا ياسمين، أنا ما خطفت حدا أبدا. شبك البنت مرضانة بالمدرسة، ما قدروا يتصلوا فيك. تركيني أنا، وأنا رحت وأخذت على الدكتور. هي القصة. أنا برأيي تروح وتكذب هالكذب على حدا غيري. أبي عم يحكي الحقيقة أمي. لا تتدخلي أنتي، تعالي لهون. بعدي تركيني. صرنا فضيحة قدام كل الحارة، فوتوا لجوا. يلا. يا ابني يا حبيبي، هذا راي انت يا عمري انت. لازم نقوم. لا تاكلوا هم، مديرية الشرطة رح تساوي كل شي لازم. مرة تانية العمر لألكن. يسلم عمركن أخي. الله يتغمده برحمته، الله يجعل مزواج جنة يا رب. أمعني برقبتكم إذا بتحتاجوا أي شيء، لا تخجلوا دقونا. الله يصبر قلوبكم. الله يصبر قلوبكم. تسلموا يا أولادي، الله يحميكم. علي يا علي يا أنا فرطت، أنا فرطت يا أخي. أنت ولا أنا يا أخي سيما. الواحد ينفح لأنه استشهد، بس قلبي عم يحترق علي تركن وراي يا صاحبي. أخي مثل هاي المصاحب اللي بتجي في الحكمة من رب العالمين، نحن ما بنفهم بأي شغلات. أخي علي راح أخي. الله يرحمه. يلا تعال أخي مشي. الشي اللي عملته اسمه خطف ولد، بتعرف هالشي مو هيك صالح؟ لا تحكي حكي بلا طعمي ياسمين،
اتصلوا من المدرسة قالوا إنها مريضة، رحت أخذتها. طيب وين الخطف الموضوع؟ طالما إنك أخذتها على الدكتور كان المفروض ترجعها على البيت. كنت رح رجعها وقتها، طلعت من الشعبة وما قدرت اتصل فيكم. فيني أعرف وين كنتوا؟ على أساس كتير بتعدي بالبيت. سكتي وليه؟ أنت كيف بتحكي هيك مع ستك؟ شفتي بعينك؟ بهالكم ساعة قدر يلعب بعقلة للبنت. لا تحكي هيك، بابا إجا على المدرسة أخذني على الدكتور وبس. لا تتبلي عليه، يلي بتبلى الله بيحطه بالنار. ياسمين عم تسمعي بنتك شو عم تحكي؟ صايرة عم تحكي مثل الختايرة. هي إذا بقيت أسبوع رح تصير تجي لعنا وتعلمنا شو لازم نعمل كمان. أنت شو صاير لعقلك؟ عم تحاسبي بنت صغيرة وكأنها عاملة ذنب؟ واضح واضح، لأنه نواياها واضحة. أنت أخذها من المدرسة مشان تعلمها هذا الحكي. إيه أنا أخذتها، شو صار؟ ما لها بحاجة تحكي، هي عم تشوف كل شيء وحكت اللي شافته. حاسة قلبي رح يوقف. ستي روحي اطلعي من هون. اسمعي نازلة، اصحك اصحك. تتصرفي هيك مع بنتي؟ ظاهر انت نسيان حالك. انا كمان امه. بابا بدي اقول لك شغلة، ستي كل يوم بتخلي امي تتعرف على حدا. نازلي انت زودتيها كتير بنتي. ياسمين اهدي شوي، اساسا انا اعصابي تلفاني. شو صار؟ والله اللي بعرفه انك كنت حدا رايق كتير. اسمعي ياسمين، انا مالي ناقصك. واذا ما سكتت شو رح تعمل؟ رح تضربني يا سيد صالح؟ اسمعيني ولي، لا تخليني دعوسك برجلي. ضرب يلا ضرب، اعملك ضرب مشان خليك لعن الساعه يلي عرفتنا فيها. حرفة عليك دعوه بالمحكمه. بابا تعالي. بابا مشان الله لا تتركني. تعالي لهون بابا. بنتي خلصيني بقى لا تعذبيني. تعالي وقفي. خرب بيتك. وقفي لا تشدي ايد البنت هيك. تعالي عم قلك لكيني. لا تعذبيني اتركني انت بعد هيك. امي الله يكسر ايدك. ماما الله يكسر ايدي على هالعملة. رح تدفع تمن هذا الشي يا صالح، ورح دفعك التمن غالي. الظاهر هاد صاير مجنون، شفتي كيف دفشني؟ ما في مشكلة، يلا خلونا نطلع من هون بسرعة. بابا لا تتركني. تعالي بابا. تعالي لك بنتي خلصيني بقى. يلا بابا. حبيبتي اتركي أبوكي شو بدك فيه. ياسمين تعالي. بابا لا تتركني. يلا حبيبتي يلا بابا. تضربي انتي وأبوكي لسه. بابا بابا خلصيني. ماشي بنتي يا لطيف. بابا يا الله دخيلك، ساعدني يا ربي شو ساوي معهم يا الله. فتحوا أدنيكن واسمعوا هالحكي، حكي الكبار هو حكي عظيم. بهالدنيا بنحرق قلبي على كائن وبضيق صدري، ورجال الشجعان يلي ماتوا مكانهم الجنة. إذا رحت زرت مريض أو عطيت مي لعطشان، هذا ثوابه كبير كبير عند رب العالمين. يونس مرة قال بهالدنيا ما راح يبقى غير شخصين، أولهم إلياس والخضر. نحن عم ننصحه للولد وعم نعامله مثل الرجال، هو بيرفع إيده على أمه. طول بالك كارلوس، شاب صغير وبيغلط. أخي ما في حدا بيمد إيده على أمه. طبعاً ما بيصير. كيف يعني؟ رايحة تعيشي هنيك؟ بالأيام الأخيرة كتير خبصتي إليف، حطيتي فايزة براسك، انفصلتي عن عاكف واستقلتي من الشغل، شو عم يصير لك؟ ولا غبي لا تطلع فيني هيك مشان ما أملك عيونك. يلا يلا حاضر. سيبو بسرعة بسرعة. يلا يلا يعقوب بكرب. يعقوب ما عاد في إليف، راحت. منيح خلصنا من مصيبة منهم، معناها هلأ عاكف بقي وحيد. هلأ بيكون بالبيت وراح يجن. تقدر تطلع بوش أمه وأبوه؟ احكي لي شو؟ تقدر تطلع بوش أمه وأبوه؟ ها؟ فهمني أنتو ليش عم تتدخلوا بحياتي؟ إذا بتقلل أدب برجع رجوع لك. لا أخي، بحياتي ما شفت ناس طيبين مثلكم. أنا واحد حيوان، عن جد أنا واحد غبي. بارفين أحمد ليكو أبي هني. لا تخاف، هي بنتي. يلا نروح. يلمص وقفوا عندكم. يلمص رجع المسدس. شو كان بدك بابا؟ شو كان بدك؟
بنتي وقفي، شو عم تعملي انتي؟ يا بنتي لا تتحرك، ارجعوا لورا، عملكن ارجعوا لورا.